السلام عليكم، كي داير الحباب؟ لاباس عليكم. حنا رانا الان في المدرسه، هذا هو مكان ديال العمل. كاين عندنا تقريبا نسبه الحضور 34% ديال الطلاب، راهم خارجين دابا عندهم استراحه، وانا راني باقي هنا كنستنى الحصه القادمه. اليوم شويه بارد عندنا الحال، هذا اليوم الثاني في رمضان، فاتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. وباغي نهدي لكم هذا الموال، يعني نمدح فيه خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. مو دا ما غنيتو ولا ما انشدتو، ولكن غندير لكم اليوم. لغة الكلام كما رأيت على فمي، خجلا ولولا حب محمد، خجلا ولولا حب محمد لما تكلمي. يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة، أحد الشداة الغائمين الحوم. ما حيلة الشعراء، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم صلى الله عليه وسلم. ما حيلة الشعراء إذا بغناهم رغبا لدى هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه حلاك وصفا بالثناء الأعظم. حتى اصطفته خديجة وهي التي عزت على كم من تري المغرم، صلى عليه الله، صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة، دثريني دثري، إني أكاد على دهولي أرتمي. فتضمه وهي ثبات مكرما وتقول لا تنسى بربك واسلمي، لا 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 تجزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا يخاف وغادي، بشرى بن نوفل يا نبي وعلى فمي. الحلقة ديالنا راه ناشف ولكن ماشي مشكل. اقرأ باسم ربك مكرم سبحانه من رحيم، قد علم الإنسان ما لم يعلم، وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله. اللهم صل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحياتي للإخوان، هذه مشاركة بسيطة جدا، هذا من المواويل التي كانت تعجبني صراحة. أيام ما كنا في ناشطين في الجامعة، أيام ديال المغرب والأيام الزوينة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله به عليها عشرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأيام قال لأصحابه: أتدرون من البخيل؟
قالوا ومن البخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البخيل مش هذا كل المزير اللي ما عندوش فلوس ولا ما بغاش يطلق الفلوس، لا، البخيل هو من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. من مقر العمل هنا في المدرسة، وهذه أكبر مدرسة موجودة في البرازيل، بارك الله، كتشوفوا حواسيب صوت، ميكروفونات، لوحة إلكترونية، لوحة عادية ذات شؤون من أجل أنك تمرق وتمرق الفيديوهات. فتحياتي لكم، ونتمنى إن شاء الله دوزوا هذا رمضان على خير وبخير، والله يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. أحبكم في الله، السلام عليكم.